السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذا فإن الله جل ذكره يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شيخنا. الحمد لله، تفضل. أنا عندي شيخنا سؤالين. السؤال الأول: إن أنا إذا دخلت الصلاة في كامل طعام، بس أنا ما شعرتش قبل ما أدخل في الصلاة. عفوا، ما السؤال؟ دخلت الصلاة، كبرت ودخلت في الصلاة، وبعد ركعتين حسيت إن أنا في كامل طعام، بس أنا ما حسيتش بيه. حسيت إيه؟ حسيت إن في فمي طعام. أحسست أن في فمك طعام من بعد أن كبرت ودخلت الصلاة؟ الصلاة صحيحة، لا توسوس. لا، أنا شعرت فيها الحقيقة وشفتها. لا توسوس، ما كلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة وفي يده كتف شاة كان يأكل منها، فدخل في الصلاة ولم يتمضمض. ماشي، جزاك الله خير. ان بر الوالدين، انا اسمع كلام والدتي واحترمها واقرها وكده، ولا لازم ان انا مثلا ابوس ايديها وكده؟ الامر واسع، يعني الامر واسع، يعني تكمله البر. يعني انا لو غصت برها الطريقه يعني اللي ممكن ابرها بيها اديها الوجه الكامل يعني. والله ما كل الامر فيه سعه، مساله تقبيل اليد ونحو ذلك ما وردت فيها النصوص المهمة تشعرها أنك تحبها وتجلها وتبرها. ماشي. شفنا السؤال الثالث، لو واحد مثلا عنده 15 سنة، بس هو طبعا في شباب في السن ده ممكن يتزوج عادي، بس هو إذا تزوج بيكون يعني في طيش شوية فيه. أبوك معه فلوس؟ معاه ويتزوج، بس هو يستطيع البقاء، يعني يستطيع البقاء؟ يستطيع. والله الرسول عليه السلام يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يا معشر الشباب، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لكن انظر مسألتك مع الحكومة التي تمنعك من الزواج إلا أن تبقى. أنا يعني أصل الناس عندنا هنا في مقامنا إن هم يعني مش معهم كتير يعني. مالنا بالناس، المهم أنت الآن مع حديث رسول الله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. السلام عليكم. خلاص مش حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت، أنا كان عندي مكبر صوت، قبل أن أبيع المكبر الصوت ده لشخص قال لي إن هو يريد لرحلة يعني، بس أنا بعته للشخص ده، هل المال اللي انا حصلت عليه من بيعي للمكبر الصوت ده حرام؟ ليس بحرام، اثمه على نفسه، لانك ما عندك يقين انه سيستعمله في العصيان. هو غالب الظن على اهل البلد للاسف انهم يعني يستمعون للاغاني يعني. خلاص، قدر الله ما شاء فعل، تصدق بجزء من المال. كم النسبه؟
ما في نسبة محددة، تصدق بأي جزء. جزاك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يثبتك ويثبتنا ويجازيك ويعملنا كل خير. وياك. أنا عندي أحط لك في التلفزيون عشان أتكلم مع حضرتك لحظة. أنا راجل مسن عندي 65 سنة، حصلت فيه مشكلة إن ابني اتكرر له شهادة ميلاد، فأنا مغرور بحالة صحية صعبة شوية. وضحت الفلوس مع أحد الناس لتدويرها، فقال لي خلص مشكلة ابنك دي عشان ممكن تعمل لنا مشكلة في الميراث، لأن شهادة الاسم الزيادة ده شخص غير موجود. فالمحامي قال لي اكتب بيع لأولادك، ادي أول مشكلة. تاني مشكلة بقى زوجتي وبنتي الاتنين قاعدين عاجزين عن العمل، ومعي الابن التاني شارد شوية. زوجتي لها مال عندي في التجارة اللي أنا بشغلها، بس غير محددة المبلغ قد إيه بالظبط. وبنتي شالتني شوية في مرضي، فبفكر أعمل شيء إن أزود الزوجة والابن قليلة في عقد البيع اللي أنا هعمله ده، إذا كان هذا العقد. أنت لا تفعل عقد بيع ولا أي شيء، إن كانت المشكلة فقط إن في مشكلة عند أحد الأبناء في شهادة الميلاد. رفعت قضية بيها ولم أستطيع أن أحلها لحد دلوقتي والسنين بتمر. طب اصبر علي بس. نعم يا شيخنا. اصبر علي بس. أيوة. انت ممكن تنظر كم نصيبه من الان وتكتب ورقة بنصيبه في حال وفاتك وتحفظها مع شخص امين، عقد بيع وشراء بنصيبه من الان، ولا تسلمه الورقة، لا تسلمه الورقة. واذا قدر الله عليك وفاة يأخذ نصيبه كسائر اخوانه. قدر انه مات او اردت ان ترجع في ذلك رجعت، فالمناسب خلاص. انت شاكك في اولادك الاخرين، شاكك انهم ممكن يحرمونه من الحق، اكتب له الحق. عفوا يا شيخنا، انا لم اوضح النقطه، مش واضحه. المكرر في الاسم ده شخص غير موجود، ده شهاده ميلاد خرجت خطا، ده اول مشكله. يعني الولد ابنك ده مش في مدارس بيروح مدارس؟ انا عندي واحد في مدارس موجود وطلع له شهاده ميلاد زياده بالخطا، يعني اصبح ليه شهادتين ميلاد. فلما اجي اعمل ميراث مع شريكي قال لي حل المشكله، لاني لو طلع الاسم الزياده ده لازم نجيبوه عشان نقدر نوزعه الميراث. ادي واحده. طب انا ما اعرفش انه يعني أنا وانا رفع قضيه عشان تصحيح الاسم وبقالي سنين مش عارف اصلحها. ادي اول دي اول اول والله مشكله. لا عفوا عفوا. ايوه. يعني انت تريد في النهايه ان تعمل تكتب المواريث من الان؟ ايوه بالظبط. عايز اعمل عقد بيع لورثتي الحقيقيين واسيب الاسم الغير موجود، ادي اول سؤال. طيب لان الاسم غير موجود هيعكر عليهم بعد كده. معظم المال في ايد شريك نحسبه امين، بس قال لي حل المشكله دي عشان لو ورثتي ولا ورثتك نعملوا مشاكل مع بعض ويطلع في اعلام الوراثه هذا الاسم ويعمل لنا مشكله. السؤال الثاني بقى، فهل يجوز ان انا ابيع كده؟ السؤال الثاني. ما انت فرضت عليا فرض، انت بتفرض عليا رايك. لا يا شيخنا، لو انت قلت لي لا. ما انا بقول لك ان يعني انت بتفرض عليا بطريقتك في الكلام رايك انك لازم تبيع، ملوش لازم السؤال. محامي اللي قال لي كده يا شيخنا، اذا انت حلت النهايه يعني انا ماليش دخل في هذا الموضوع. ايوه. اسال بقى سؤال غير هذا السؤال. سؤالك انت تريد تميز، تهب لبعض ابنائك بنت معوقه مثلا، معاقه، او لزوجه معاقه برضه. معاقه برضه. زوجه لها مال عندي. ممكن تعطيها شيئا من الان في الدنيا قبل وفاتك ولا توصي، لانه لا وصيه لوارث. طب انا هعطيها ازاي؟ هم معاقين وانا اللي بعولهم حاليا. ما انا بقول لك ممكن تسلم لهم الان مال ليحفظ مع شخص امين، هذا المال هذا من الان لزوجتي ولابنتي. التجارة يا شيخنا، ما لو خدته في التجارة وأقلل الدخل. خلاص سيبها لله، الله أعلم من هي متولة. يعني أنا لا يجوز أن أميز لسببه، الأسباب اللي أنا بقولها. بعد الوفاة لا يجوز يا والد، لأن النبي قال لا وصية لوارث. أنا بقول
دلوقتي وانا قبل ما سلمها ماشي ممكن في الدنيا بس بشيء بطريقه لا تجحف بسائر الورثه لا أي. تظلم ظلما بين سائر الورثه اشياء خفيفه لا باس يعني في حدود التلت ولا ممكن ازود عن التلت لا 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 ما في تلت تلت ايه انت تتكلم ليه تلت ظلم لسائر الاولاد ظلم الابن ده اللي انا عايز اخد منه شويه سفيه قليلا وجود المال مع يعني أخته إذا كان ربنا سبحانه وتعالى جعل للزوجة الثمن نعم ربنا جعلها الثمن أنت تريد تعطيها شيء ثلث كمان إضافة إلى الثمن لا لا ده أنا حوزع الثلث بين الزوجة والبنت أفكر في كده والله أنا لا أنصحك بهذا يعني لا يجوز إن أنا ما قلتش لا يجوز برضه أنت بتستنصح وأنا بنصحك ما تدخلنيش في يجوز او لا يجوز انا يا شيخنا اللي انت هتقول عليه هنفذه انا مش هقدر اكلمك عن الا عن قرب واستماع جيد ما ينفع كده في الهاتف يعني ينفع اكلم حضرتك ماشي لا بس لك التفاصيل كلها لا بس بس ما تشيله مرهق في سؤالك كده خليك سهل شويه سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله لو سمحت يا شيخ دلوقتي لو في زوجة بقالها سنتين معلقة يعني هو رمى مثلا طلاق في التليفون وكده وسايبها بقالها سنتين هو حتى مش عايز يثبت طلاق ولا اي حاجة وهي مشت في محاكم ووصلت لأحكام لكن هو سافر يعني ما عادش موجود خالص فهي يعني بقت هي الأب والأم وهي اللي بتشتغل ليل مع نهار عشان تكفي يعني ايه السؤال؟ ما السؤال الان يعني زوج يعني دلوقتي حل الزوجه ديت ايه ولا حل المطلقه دي ايه هي طلقت هو طلقها بالتليفون كده من زمان يعني من 6 شهور ولا 7 شهور يعني هي ليست زوجه الان لكن على الورق زوجه وشخص ظالم كلموا الناس يكلموه ما فيش حل والله ما خالص يا شيخ هو سافر اصلا يعني خلاص هو صدر عليه احكام بالسجن عشان عدم النفقه خلاص ارفع طلاق للضرر قضيه طلاق للضرر والقضيه ديت ماشيه في المحاكم ومفيش اي حل لا مش القاضي ما يعرف انه عليه احكام بيبادر بالطلاق للضرر ارفع قضيه طلاق للضرر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أنا بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى يعني أنا كنت يعني بسأل يعني أنا دلوقتي أنا مدرس إنجليزي تمام؟ وبعدين أنا إيه يعني لقيت الدروس مش ماشية معايا وربنا بيرزقنيش في الدروس وكده يعني فأنا إيه رحت اتعلمت صيانة الموبايل واشتغلت مع واحد المهم قال لي اتفق معايا اول يوم شغل ان المكسب والخساره بالنص تمام انت تعلمت تصليح المحاميل وبعد ذلك الخساره بالنص يعني لو في حاجه باظت مني في المحمول او كده متحمل تمنها لو المكسب برضه اسمه بيننا وبين بعض تمام ماشي تمام فانا ايه يعني جه وبعدين ايه بقالنا كام اسبوع ما شاء الله بنكسب ما بنخسرش وبعدين خسرنا 170 جنيه تمام من قريب يعني في اول اسبوع ده فقلت له خلاص هشتري نص وانت نص قال لي لا ده انت عشان مش متمكن ومش عارف انا مش شايل معاك حاجه تمام يا شيخ مصطفى ايوه فانا سبته انا بصراحة يعني انا كنت قبلها فعلا مش شغال خلص بس الموضوع يا عمي خلص ايه الموضوع يعني الموضوع اتفقتم على اتفاق يعني وهو غدر بك هو ايه فانا سبت المحل يعني فانا مش عارف يعني انا مش عارف يعني ربنا يعني انا ما فيش ما كلمنا على التليفون يعني الخاص الله يحفظك ها كلمنا على التليفون الخاص اسمع منك عاوز اسأل حضرتك ممكن يكون ربنا بيعاقبني يعني انا ما اعرفش والله ايه الموضوع ما لا اتقول على الله سيبني اتصل بي على الهاتف الخاص اسمع منك جيدا مسائل الخاصة ما تحتاجش كده يا جماعة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخنا الحمد لله بخير اللهم لك الحمد أحبك نعم
سؤالي شيخي، عايز بس حضرتك توجه رسالة للناس الذين يظنون أن المشايخ وطلاب العلم يعني لا يخطئون. جزاك الله خير، هم بشر، المشايخ وطلاب العلم بشر ممن خلق، وغاية أمرهم أن يكونوا أعرف بالشرع من غيرهم، ويبقى النظر في العمل، فنحسبهم ولا نزكيهم على الله أكثر عملا من غيرهم في الإجمال، لكن من ما يمنع أن يكون هناك من لا يطلب العلم وأقوى في ذكره لله وأقوى في ورعه من غيره. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. دلوقتي يا شيخنا أنا كنت شاب مقدم على وظيفة يعني، وخلاص ماشي إجراءاتها والحمد لله في طريق القبول فيها. لكن الفكرة وجدت يعني إن الشغلانة هيكون فيها مخالفات شرعية. الشغلانة نفسها هي عبارة إن أنا هكون كاتب محتوى أو مسؤول عن مواقع، مسؤولة عن مواقع سياحية، مسؤولة عن جذب السياح، وعامه بتعمل كلها مع أجانب. فالمواقع بتكون تخصصها إن أنا مثلا موقع مثلا خاص بمدينة الأخرى. لن أستطيع أن أجمع معك. في النهاية إذا كنت ستعمل عملا ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم لا بأس، عمل يضر المسلمين في دينهم ودنياهم لا يجوز لك إجمالا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله طيب. لو سمحت يا شيخنا، احنا في مواقع الانترنت، انا كنت كلمت حضرتك امبارح في اخر المكالمة بس حضرتك ما سمعتنيش يعني. في مواقع الانترنت وفي البرامج لما بتيجي نسجل في المواقع دي بنسجل مستخدم جديد مثلا، بيكون في اتفاقية استخدام، وبيكون من الشروط الاتفاقية دي، بعض الشروط في الاتفاقية دي شروط باطلة، زي الاحتكام بالقوانين الوضعية والمحاكم الوضعية عند النزاع، واحترام القانون الوضعي والأديان الباطلة. ويعني كل القوانين كده في مصر، كل العقود كده، عند التنازع يرد الحكم الى مش عارف محكمة ايه الابتدائية، محكمة ايه الكلية، كل هذه. فينظر هل الاشياء التجارية فيها مخالفات شرعية عند القضاء ام لا. فيعني مش والحاجات دي، الموافقات دي بتبقى مجرد موافقات صورية بس، احنا بندوس موافق وخلاص عشان نحمل البرنامج او ندخل الموقع. خلاص ما في مشكلة عليك ان شاء الله، مش انت في دينك انك لن تخالف شرع الله. طبعا لا طبعا، ولن تصادم شرع الله، لا بأس اذا كانت مجرد اوراق. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ يا ابو عقل، وجزاك الله كل خير. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم يا شيخ، انا كنت عايز استشير حضرتك في امر. انا شغال مع مهاول وكده في عمل نقاشه وكده يعني. ايوه. شغالين مع مهندسين وكده، فبناخد منهم شغل، فبيصادف شغل بنوك، بنخش نوظف البنوك وكده، هل هذا يكون فيه شيء من الحرمانيه؟ تعملوا ايه؟ ماذا تصنعون في البنوك؟ احنا دهنات، انا شغال نقاش بدهن. ليس عليك اثم. يعني اكمل في الشغل ان شاء الله؟ ليس عليك اثم. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حيا الله الشيخ مصطفى. وحياك. كان فايت اسئله والله وتكرمت. السؤال الاول يسال، هل ورد في السنه النبويه ما يثبت الفصد؟ فصل؟ الفصد، فاء صاد دال. لا، ما الفصد الذي هو يعني قرين الحجامة، لكنه أعمق، مش كده تقصد؟ أيوة أيوة نعم. لا أعلم مسندا ثابتا في هذا الباب. هل يدخل في الحجامة يا شيخنا؟ والله يعني هي حجامة، لكن غايتها أنها تكون أعمق شوية. طيب شيخنا بارك الله فيك، يقول أخوه مسافر برا مصر ويبعت له فلوس، عفوا يدخلوا في مشروع شركة، لكن هو خايف يكون الفلوس دي جاية من قروض أو شيء. ليس عليه إثم، لا يوسوس. طيب أخ شغال في المحاريب الموجودة في المساجد، اللي هي قطع الرخام الفاطمية دي القديمة دي، اللي حضرتك عارفها المنتشرة في أغلب مساجد مصر دي. طيب هل يستمر في العمل ده ولا لأ؟ يعني هو
وجزء من العمل اكيد انه جزء من العمل ليس تخصصه هذا فقط. يعني هو لو جزء من العمل هو بيعمل رخام للمسجد، ففي الرخام قالوا له القبلة تحتاج الى رخام، عمله ما فيش يا شيخ سيد. تمام. السلام عليكم. أسئلة النهاردة غريبة شوية مش عارف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخبار حضرتك؟ الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظ حضرتك. وياك. سؤال بس بسيط، كنت تزوجت وحصل خلاف بسيط. أنا تزوجت في بيت العيلة. أيوه. حصل خلاف بيني وبين زوجتي وأهلي في البيت. وإن كانت حصلت أخطاء من زوجتي في البيت وأنا ما عرفتش أتصرف في الوقت ده وأحل المشكلة، فحصل خلاف وخرجت من البيت خالص طلعت عشان يعني الخلاف ما يكبرش والدنيا ما تكبرش، فحصل خلاف وآخر حاجة وصلنا لها إن أنا أطلع بره البيت أنا وزوجتي وأعزل بره البيت. طيب السؤال إيه؟ وانا دلوقتي السؤال، انا بحاول ان انا والدي دلوقتي انعزل بقالي سنه طالع بره البيت بقالي سنه، خلال السنه دي بحاول ان انا اكلم طبعا جدتي في البيت واكلم والدي في البيت. حبيبي خلص يا عم الشيخ سؤالك. السؤال ان والدي دلوقتي قاطع الصله ومش عاوز ورافض ان هو يكلمني، فهل انا عليا ذنب دلوقتي وانا بحاول كتير جدا ان انا ليس عليك ذنب ما دمت اديت الذي عليك، واصل الاداء واصل الوصل قدر الجهد والاستطاعة، ولن تأثم ما دمت مظلوما ولا تستطيع أن تعالج المسألة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. تفضل. عندي سؤال عن حديث في مجموعة فتاوى شيخ الإسلام. أيوة. اللي هو الحديث مريف في صحيحه، وهو يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قال مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة. لا يصح. لا يصح. تمام، شكرا جزاكم الله خير. الله يبارك فيك، بارك الله فيك يا كريم نبيل. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. الحمد لله شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة مولانا، بعد إذنك كنت النهاردة في الشغل وحلفت على شيء كده بالطلاق ان هو معايا، وعلى قلم كان معايا انا واختلف انا وزميلي عليه، على القلم ده بتاعك القلم ده بتاعي، المهم انا متيقن ان هو بتاعي فقلت له عليا الطلاق القلم ده بتاعي، حطيت ايدي في الشنطه ادور ما لقيتوش، بعد ما حلفت ومشيت ببص في الشنطه لقيته، قال عليا كده اسم ولا كفاره ولا حاجه؟ لا، يمين الخطا ليس عليه شيء. الخطا ليس عليه شيء. جزاك الله خير يا مولانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا مصطفى؟ الحمد لله انا بخير الحمد لله. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. بارك الله فيك يا استاذ محمد. في رجل في الشغل عاوز يستفسر عن حاجة في الصلاة، يعني هو لما بيصلي صلاة 4 ركعات ظهر أو عصر مثلا، بيصلي أول ركعتين أو 3 واقف، وبعد كده بيجي له ألم في ركبته فبيصلي الركعة أو الاثنين الأخرانيين وهو قاعد، فكده صلاته صحيحة ولا صحيحة يعني؟ طبعا، ماذا يصنع يعني مريض؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما هو بيحصل له كده كل صلاة يعني؟ كل لا بأس، ما مريض يا أخي لا تعقد الناس. خلاص مات. بارك الله فيك يا اخت شيماء عفيفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير، طيب. الله يحكمك، احنا عندنا دحين نعم المطبخ فيك. نعم. احنا عندنا في البيت يعني زيادات والمطبخ أيضا فيها صور تشبه الصليب. عندكم صور تشبه الصليب؟ ايوه، ما هو الصليب اللي من تحت طويل اللي هو اقرب للزايد. يعني في البيت صور تشبه الصليب. اي نعم، فيعني بس ما يعني في ماذا يعني؟ في السجاد، في الجدار، في لا انا اخشى انك تكون موسوس. ها؟ اخشى انك تكون موسوس. لانك ممكن انت تتخيل اي شيء، ممكن تتخيل اعمده البيت وتقول هذا العمود عليه صليب. فتتعب نفسك وتتعب غيرك، ما لم يكن صليب صريحا
لا بأس به. لا هو ما هو الصليب اللي هو الصليب حق النصارى اللي ما انا قلت لك ما توسوس الله يغفر لك. ولكن اشبه بالزايد. يا حبيبي الله يغفر لك، ما لم يكن صليب صريح واضح لا توسوس، انك ستتعب ستقول على البلاط اللي في الممشى انه صليب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ أنا دلوقتي ليا لزمة مالية خاصة وأنا متزوجة، وأنا كنت عايزة أطلع زكاة المال، وزوجي يعني هو الحمد لله حالته ميسرة، ولكن عليه دين، يعني القبض اللي بيقبضه ما بيكفيش البيت بس الحمد لله فينفع زكاة المال أديله منها جزء ولا لأ؟ هنا حصل للعلماء اختلاف بسبب حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، أرادت أن تتصدق فقال زوجها ابن مسعود أنا وولدك أحق من تصدقت عليهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فقال نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. لكن السؤال الذي أشكل على بعض الناس، هل هذه الصدقة كانت صدقة فريضة أم كانت صدقة نافلة؟ لكن نرجع نقول إن الله تبارك وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فإذا كان زوجك فقيرا أو مسكينا وكنت تعطين الفقراء والمساكين من أمثاله مثل ما يعطى فلا بأس بذلك، لأن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها. طب المسكين ده يا شيخ اللي هو المرتب بتاعه مش المسكين مرتبه لا يكفي. طب يعني يجوز إن أنا أديله جزء منه. نعم. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. كان عندي قطعة أرض، أنا قاعد ساكن في قرية وعندي قطعة أرض، فحبيت أبنيها بتيا، فجبت مجول علشان أبنيها. فجينا نتحسب على أجرته في الآخر بعد ما بنى، فعندنا عرف في البلد لو مثلا المبلغ طلع 100,000 يخصمها ياخد 90، في حاجه ما خاص بكده يخصم لك مبلغ، فهو ما يقول لي انا مش هخصم لك انت، فهو ليه عندي فلوس باقيه وانا مش راضي اديله الفلوس، بقول له طب العقد ده موجود في البلد. لا العقود تقضي على الاعراف، اذا كان هناك عرف وهناك عقد واضح العقد الواضح مش عقد، احنا ماشيين بالوضع الموجود في البلد، العقد الواضح يقضي على العرف، ما مش عاملين عقد، مش انت متفق معه على مش لازم يكون مكتوب. لا احنا متفقين ان المتر كذا في كل حاجه، بس هو بيجي في الاخر مثلا طلع له المبلغ الاجره بتاعته 100,000، معروف في البلد عرف انه يخصم 10,000. ما استطيع اتكلم هذا، لا يلزم بهذا، لان بطيب النفس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ، الله يبارك فيك يا رب. بالنسبة لصلاة النفل للقادر على القيام وهو حابب انه يصلي جالس، يعني لانه بيكون مرتاح اكثر وبيصلي اكثر، فهل يلزم منه القيام في تكبيرة الاحرام؟ لا، لكن اجره على النصف من اجر القائم. عفوا؟ اجره على النصف من اجر القائم في النفل، اذا صلى الشخص النافلة جالسا لا يلزم بأن يبدأ تكبيرة الإحرام قائما، ولكن عموما أجره على نصف أجر القائم. أما في الفريضة فلا يجوز له أن يصلي الفريضة جالسا مع قدرتي على القيام. نعم. سؤال ثاني إذا سمحت يا شيخ. نعم. الله يكرمك، بالنسبة لسجادة الصلاة إذا كان عليها مجسم أو صورة الكعبة فهل يكره الصلاة عليها ولا لا بأس؟ الصلاة
إنما تكره على كل شيء يشغل المصلي. سجاجيد ملونة، ستائر ملونة أمامي، الصلاة تجوز لكن لا تبطل، لا تبطل وتكره لكن لا تبطل. أما ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في خميصة لها أعلام، فلما انقضت الصلاة قال اذهبوا بخميصة هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت عائشة رضي الله عنها سهوة لها بقيرام ستارة ملونة، قال يا عائشة أميطي عني قرامك، فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي. وعمر يقول في بناء المساجد إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. فالأشياء التي تشغل المصلين ينبغي أن نتقيها إذا أردنا الخشوع في الصلاة، إلا أنها لا تبطل الصلاة إذا صلينا عليها، والله أعلم. هل بوجودها على سجادة الصلاة يعتبر امتهان؟ قلت لك لا، ليس امتهانا، لا توسوسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بعد حضرتك عندي عدة أسئلة، جزاك الله خيرا. تفضل. السؤال الأول، حكم لمس اليد يعني واحد كتب كتابه على واحدة بس لما ما عملوش فرح، يعني ما فيش دخول به، كتب كتاب، هل يجوز أن يمسك يدها أو كده؟ عقد على امرأة عقد النكاح يسأل هل يجوز له أن يقبلها ويمسك يدها؟ نعم يجوز، هي زوجته، لكن البناء يعلن فقط. تفضل. لا، طب لو كان طب واحد معاش لمس يد أخته في الرضاعة عند عدم أمن الفتنة، هل لمسها حرام ولا لا؟ يجوز أن تلمس يد أختك من الرضاعة، الله يغفر لك. طب تقبيل يد المشايخ، يعني واحد مدرس ليا أو كده، لا تجعلها عادة. نعم؟ لا تجعلها عادة. لا تجعلها عادة. الله يسلمك. حلق اللحية بالنسبة للإنسان مضطر، يعني أنا رايح في المضطر لا إثم عليه. نعم؟ إذا أثبتنا أنه مضطر فالمضطر لا إثم عليه. لا؟ لا إثم عليه. لا إثم عليه. آخر سؤال بعدين خلاص. يعني يجوز للإنسان ترك الصلاة، تأخير الصلاة، يعني يصلي صلاة المغرب مع صلاة العشاء لعيادة مريض، يعني الإنسان يعني واحدة واحدة. لا 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 لا. لا لا في الحضر لا. نعم؟ لا. إسعافه، يعني هو في حالة من مرض يعني عض لسانه عور نفسه وشفته كان يكاد أن يموت، يعني هل يجوز إسعافه ولا يظهر للصلاة؟ لا، إذا شخص هيموت إسعافه وأجمع، يعني هو مش موت، يعني يعض جسده، يعني كانت في حالة نفسه جروح كبيرة، إذا كان في خطورة محققة يجوز في هذه الحالة أن يؤخر المغرب لا شاء لا في الخطر. جزاك الله. وياكم. هل يجوز لبس تيشيرت عليه صورة لاعب كافر أثناء لعب الكرة؟ أنصحه ألا يفعل ذلك، لا تلبس تيشيرتات لاعبي كرة كفار، نخشى عليك. فالرسول يقول من أحب قوما عفوا الرجل مع من يحب، المرء مع من يحب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي يا شيخ مصطفى، أنا كنت عايز أقول لحضرتك على حاجة بس كده. اتفضل. في ناس بتفهم معاني الحديث غلط، يعني أنا كنت دلوقتي مع صديق ليا، فهو ليه عند حد واكله في فلوسه، تمام؟ نعم. في أحد الأصدقاء كنت بناقشه في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي. عليه ألف الصلاة والسلام. ان هو كان ليه فلوس عند حد، فهو بيقول لي النبي بيقول من مات دون ماله فهو شهيد. ايه. فهو بيقول لي يجوز ان انا دلوقتي اقتله؟ قلت له لا طبعا، مش ده معنى، المعنى انك تدفعه ان هو كان جاي يقتلك. لا، هو فهم الحديث ايه يا شيخ مصطفى؟
يعني هل يتصور أننا نقول أن كل من له مال عند آخر ولا يعطيه يقتله؟ لا طبعا، فهم غلط. قلت له كده أن فهمه غلط. إذا سلمنا بصحة الخبر تسليما يقينيا، لأن بعض العلماء يعلوا بعلة خفيفة، إذا هجم علي يريد أخذ مالي كما في الحديث الآخر، ذكره بالله لا تعطيه، إن قتلني أنا شهيد، إن قتلت هو في النار. تفي المغتصبين المقتحمين على الناس، قطاع الطرق ونحوهم. أما المدين لا، نقول كل واحد عنده الآخر فلوس أنه يقتله، لا أبدا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما حكم عمل في دمج فيديوهات ترجمة لمسلسلات مثلا تاريخية؟ دمج مسلسلات تاريخية، مسلسلات تاريخية كعثمانية مثلا، بيترجم الترجمة من التركي العربي، بيكتب الترجمة تحت بس. المادة طيبة تنفع المسلمين أو لا تنفعهم؟ مادة المسلسل نفسها يعني ما فيها مفسدة أكبر من المنفعة من ناحية الدين، فيها مخالفات شرعية يعني. هو الأصل هذا، الأصل الدين، الأصل الدين. إذا كان فيها مصلحة في ديننا ودنيانا لا بأس، لكن فيها مضرة علينا في ديننا أو في دنيانا لا. هي أحداث تاريخية سيدنا، يا حبيبي أنا ما أستطيع أقول إلا على الإجمال، ما رأيتها. إذا كان فيها نفع في ديننا ودنيانا لا بأس، انشر وأنت مأجور. إذا لم فيها ضرر علينا في ديننا أو دنيانا لا تفعل. طيب لو حد يا سيدنا طلب مني، أنا مش أنا اللي هنشر، هو طلب مني أن أنا أكتب الترجمة مكانه بس هو اللي هينشر. أنا أقول أنت وهو شيء واحد. نعم. أنت مساعد على البر والتقوى أو على الإثم والعدوان على حسب العمل الذي تعمله. هو العمل احداث ترغيه سيدنا يا حبيبي. انا اجبتك. السلام عليكم. زوجها احيانا نريد حقه الشرعي، وانا استحي لوجود الابناء واريد ان اجل الوقت حتى ينام الابناء، هل اثم؟ لان زوجي يتضايق جدا وادعو على الابناء قائلا اللهم ان لم يكن فيهم خير في اهلكم، اعوذ بالله. يعني وصل به الحد إلى أنه يدعو على أبنائه بالموت لأنه لم يقضي شهوته مع زوجته الحية التي تريد تنيم الأولاد. أقول يا أختي اتق الله ما استطعتي. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. أنا من اليمن. مرحبا بك. حياك الله. والله أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا أنا اشترينا أرض كبيرة أنا وشريكي، وقمنا عليها مشروع. وبعد؟ مشروع مع المشاكل الحرب انتهى. والآن نريد نبيع الأرضية. هل يوجد علينا زكاة؟ أنتم كنتم تريدون إنشاء مشروع عليها. قمنا مشروع، قمناه واشتغلنا سنتين. أيوة. وعقد المشاكل والحرب وانتهى المشروع. رجعت لكم رجعت لكم أرضكم؟ الأرض حقنا موجودة بس المعدات انتهت. الأرض موجودة والآن نريد أن نحن نبيعها. هل يوجد علينا زكاة؟ أنتم كنتم تتاجرون في العقار ولا كان مصنع مثلا؟ لا 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 ما كان مصنع تحليه مياه البحر. لا، الأرض ليس عليها زكاة والمصنع ليس عليه زكاة، لكن إذا قبضتم المال بعد انتهى. نعم انتهى. ها؟ المصنع انتهى. خلاص انتهى المصنع، بقيت الأرض ليس عليها زكاة. أرض المصنع ليس عليها زكاة، أرض المصنع ليس عليها زكاة، لكن إذا بعتموها واجتمع من معكم من ثمنها مبلغ من المال ومرت عليه سنة تزكونها. لا
لما نبيعها ولو المبلغ مر عليها سنة معروف به ان احنا نزكي عليه. اي نعم، لكن الان ارض المصنع ليس عليها زكاة، ارض المصانع ليس عليها زكاة، والماكينات ليس عليها زكاة. جزاك الله الف خير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا إله إلا الله. الله يعافي الشيخ سامح محمود. السلام عليكم. أيوة سلام عليك الشيخ مصطفى، عليك بخير إن شاء الله. الله يبارك فيك وأنت كذلك. عايز أسأل بس عن حكم التبرع بالأعضاء البشرية وحكم التبرع بالدم وحكم بنوك لبن الأمهات، وجزاكم الله كل خير. وإياك واحدة واحدة علينا كده. حكم التبرع بالأعضاء البشرية إذا كانت ستترك ضررا يقينيا على المتبرع لا يجوز. تمام. قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما إذا كانت لن تترك ضررا كبيرا على المتبرع وبها بإذن الله بإذن الله بإذن الله تحيا أنفس، فقد قال ربنا ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. أما عن التبرع بالدم إذا كان لا يضرك فلا بأس بالتبرع بالدم. أما عن التبرع بلبن الأمهات في بنوك الألبان لا يجوز لاختلاط التحريم. تعرف أن الرضاع يحرم ما يحرم النسب. مش في عدد رضاعات طيب معينة؟ المسألة دي فيها خلاف، ونريد أن نكون أبعد الناس عن الخلاف، لأن الجمهور يقولون رضاعة واحدة تحرم. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بقول لك يا شيخ مصطفى، يعني ربنا مش موفق، او اللي هو اللي ما بينفعش في شغلانه ده، يعني قل يا رب ولا يأس من رحمه الله. والله يا شيخ مصطفى ده عيب بقالي 7 سنين بدا يا شيخ مصطفى، ما فيش. استمر استمر في الدعاء واستغفر الله من ذنوبك. انا تعبت يا شيخ مصطفى، تعبت. استغفر الله. تيأس من رحمه. اعمل ايه؟ لا تيأس من رحمة الله ولا يعني تقل. يعني يا شيخ مصطفى، يعني أنا يعني بدعي على طول، ما في. يا أخي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول قد دعوت. دعني أكمل حديث النبي محمد. ماشي. يقول الرسول عليه السلام يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. فواصل الدعاء واستغفر من ذنوبك واستشر أهل الصلاح في بلدك. أقول لك على حاجة يا شيخ مصطفى، أنا ما بحبش العيلة، يعني أنا ما بحبش العيلة، فبدعي ربنا على طول واستعيذ من العيلة وادعي ربنا إن هو ما يحوجنيش لحد وبيحوجني. ربنا ما يحوجك لحد ولا يحوجني يا ربي كده. يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنا طيب من فضل الله. بخير. هو لما بس نيجي نسجد أنزل بإيدي الأول أم بركبتي؟ نعم. عند السجود أنزل بالركبة الأول أم اليد؟ الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد لا تصح، سواء النزول بالركب أو النزول باليدين. ولكن ورد عن عمر بإسناد صحيح عنه أنه يقدم ركبتيه على يديه، فبهذا عمل الجمهور من العلماء يرون النزول بالركبتين قبل اليدين، والله أعلم، والأمر في ذلك واسع. شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. كيف حالك يا شيخ؟ حالي طيب الحمد لله. كان عندي بس استفسار بسيط في آية في سورة البقرة، يقول الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. يعقوب الموت.
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. طيب كلمة آبائك هنا يعني يطلق على الجد أب. أنت أبوك مين في النهاية؟ أنت ابن آدم ولا اصبر، أنت ابن آدم ولا ابن مين؟ نعم. مش أنت ابن آدم؟ نعم. وآدم مش أبونا المباشر للصلب؟ يا بني آدم كلنا أولاد آدم، فيجوز نسبة الرجل لجده. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم. ملة أبيكم إبراهيم. نعم. فيجوز إطلاق الأب على الجد البعيد. تمام، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لي سؤال يا شيخنا. سل. كيف يمكن أن نجمع بين قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع وبين قوله تعالى ولا طعام إلا من غسلين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هناك وجهان للجمع، أحدهما أن فئة من أهل النار طعامها دائما وأبدا الغسلين، وفئة طعامها دائما وأبدا الضريع. والوجه الثاني زمنا طويلا يأكلون الضريع وبعد زمنا طويلا يأكلون الغسلين. نعم. فهمت كلامي؟ الله يسلمك وعافينا وإياك يا رب يا رب يا رب. وجه ثالث يقول الطعم هنا بمعنى الشراب في الغسلين. نعم. الغسلين صديد أهل النار على قول كما من لم يطعمه فإنه مني، والأولان أشهر والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله لنا في صحتك وعمرك. ولك بمثل والسامعين والسامعات. جزاك الله خيرا. سؤال معلش سألته من أخ فاضل. هو راح خطب أخ واحد، راح خطب واحدة على أساس إن هي متجوزة قبل كده مرة واحدة. بعد كده اكتشف بعد ما كتب الكتاب ان هي متزوجة 4 مرات مش مرة واحدة قبل منه. خطوبة ولا عقد؟ لا عقد، هو متزوجة عقد ودخلت. لا 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 لا، عفوا الجديد خاطب ولا عاقد؟ خاطب فقط، خطب كتب الكتاب فقط. يا عمي ما تلخبطش الدنيا الان علينا، خاطب ولا متزوجها عقد؟ لا متزوجة عقد ولم يدخل بها. ايوه، والسؤال بيسأل على ليها نص المهر ولا ليها ايه بالظبط بما انها خدعته، فهو بيسأل ايه الحكم الشرعي. غشته، قالت انا كنت متزوجة مرة واحدة وطلعت متزوجة 4. حصل. بنى بها ولم يبني؟ لا لم يدخل بها. لم يدخل بها. هي الاصل ان لها نصف الصداق، لكن يقسم شيء من اجل الزواج الكذب في الزواج المتكرر، يقسم جزء من المال. تمام، جزاك الله خير. المتزوجة أكثر من شخص مهرها أقل من المتزوجة، وعندنا أثار العلماء هذه المسألة من قديم. قالوا واحدة مثلا تبين أنها متزوجة وتزوجها شخص ودخل بها ولم يكن يعلم أنها تزوجت، قال هناك فارق بين مهر البكر ومهر الثيب، فيقسم منها قدر الفارق في بلدهم والله أعلم. إذا كان غش يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا طيب. فضلتك حديث السيدة عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هل هذه الرقية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لأن ريقه مبارك، ولا هذه العامة؟ ما عندنا دليل على الخصوصية. وخصية أخرى أثيرت حول هذا الخبر، هل هي خاصة بتربة المدينة أم بتربة الأرض عموما؟ ولا دليل على التخصيص والله أعلم. يعني إذا اشتكى أحد الناس يجوز له أن يقوم بهذه الرقية؟ والله هذا الثابت والحديث الثابت في الصحيح. نعم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سيدي. تفضل. هل يشترط في تكبيرة الإحرام والنظر لمدى السجود؟ لا يشترط. لا يشترط، واحد مثلا بس قدامه بس كبر حتى تكبيرة الإحرام. ما فيها مشكلة، ما هو العلماء يقولون منهم من يرجح كالمالكية على ما أذكر النظر للأمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الجنة والنار في عرض الجدار، قالوا دل ذلك على أنه كان ينظر للأمام. وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أميطي عني قرامك، ستارك كانت أمامه، فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي، قالوا فدل ذلك على أنه كان ينظر للأمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي الكريم. حفظك الله علينا يا شيخنا ويثبتك ويزيدك بصيرة وعلم ونور وصبر علينا يا شيخ. ولك بالمثل. اتفضل. أنا بعيد المكالمة تانية بعد إذنك واختصرت على قد ما قدرت. السؤال، هل يجوز تعديل نسب توزيع الميراث في حياتي لورثتي عقد بيع لأسباب وجيهة ومضطر للبيع لهم في حياتي، وإلا قد لا يتمكنوا من الحصول على معظم الميراث ولا أستطيع أن أعطيهم هذا الميراث في حياتهم لأنه في تجارة وهي الريع اللي بيصرف عليهم؟ طيب ممكن هي زوجة ممكن تكتب هذا كله في ورق وتعطيه لشخص أمين، إذا مت أعطى لكل ذي حق حقه. كيف يعطيهم المال تجارة تأتي بعائد؟ أمال أنت كيف الآن يا عذر، أنت كنت تقول أريد أن أكتب لهم، كيف ستكتب؟ أكتب عقد بيع لورثتي هذا وأعلم التاجر هذا ما شرع عليه به المحامي. يا حبيبي أي ماذا ستكتب لهم في عقد؟ أكتب أن أنا بعت لهم هذا المال التجارة نصيبي في هذا المال بنسب معينة. يا حبيبي ما يصلح أن أنا أبيع المال، المال لا يباع. هبيع 1000 جنيه هكتب ان انا بعت 1000 جنيه ولا فيها انا لا يعني هكتبها باي صيغه تجوز ان التجاره دي سهمي في هذه التجاره. يا حبيبنا هي فلوس ولا عقار ولا مصانع؟ لا تجاره مال لا يجوز بيع المال. تجاره يا شد يعني بضاعه شركه في محل كنت انا شريك فيه في يوم من الايام وبعد مرضي اضطريت ان اخرج من العمل فيه. يعني انت الان خرجت من العمل، ماذا تركت؟ ماذا تركت؟ تركت بعض المال يعيد عائد يؤدي زكاة. هل يجوز بيع المال؟ لا يجوز بيع المال. لازم تحدد يا شيخنا، قصدي انها تجارة. لازم تحدد، ما فيش يجوز بيع نصيبي من التجارة، لازم تحدد ايه ايه الذي ستكتبه. سهمي في شركة التجارة. اعتذر اعتذر اعتذر. انت فاهم يا عبد الرحمن؟ مش فاهمين هو عايز يقول ايه يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان عندي سؤال يا شيخ. اتفضل اسال. دخلت مع امام وانا كنت مسبوق، يعني هو كان سابقني بركعات ودخلت معاه في الركعه الثانيه، فهو جلس للتشهد في الركعه الثانيه عادي، انا ما اعرفش هو في انهي ركعه، فلما لقيته جلس في الركعه الثانيه وقام عرفت ان هو في الركعه الثانيه، وبعدين قام في الثالثه وبعدين سجد عادي وقعد في الثالثه للتشهد وسلم. فانا في المغرب ولا العصر ولا ايه؟ لا كان في العشاء. فلما سلم انا قمت واتيت بالركعات اللي فاتتني. طيب الناس لماذا لم يذكرونا؟ انا سبحت لكن هو لم يستجب. انت الوحيد ولا في غيرك؟ لا كان في غيري. طب المأمومون الآخرون لماذا لم يسبحوا؟ كان واحد بس وكان لسه داخل مطبوق يعني مش عارف كان داخل. على أي حال أنت أدركت مع انظر كم أدركت معه من الركعات وأتممها أربعا. أنا أدركت معاه ركعة وبعد ما هو سلم بعد الثالثة دي وأنا قعدت معاه في التشهد في الثالثة قعدت معاه صلى على رسول الله.
نعم انظر كم ركعة قضيتها معه وأتمم صلاتك العشاء. قمت وأتممت ما تبقى الموضوع تتعبتني أني مش فاهم الأسئلة اليوم مالها كده غريبة يا جماعة. لا أقول شيء أشكر حضرتك. السلام عليكم. الأسئلة النهاردة غريبة عجيبة مش فاهمين. السلام عليكم. اللهم سهل يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الحبيب؟ الحمد لله أنا بخير من فضل الله. جزاك الله عنا خير الجزاء. وإياك تفضل. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. جزاك الله فضلك. السؤال الأول لو إني شريت بيت بقصد إن أنا أأجره وأستفيد من إيجاره وفي نفس الوقت لو جاله بيع نبيعه ونشتري واحد ثاني ولا أنت لست بتاجر عقار. أنت لست بتاجر عقار بالتوصيف المذكور. تمام. فليس على الأصل زكاة. ليس على الأصل زكاة. أيوه. طيب جزاك الله كل خير. طيب لو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضلتك يا عم الشيخ عامل ايه؟ الحمد لله بارك الله فيك يا سارة. تفضلي يا بنتي. هل يمكنك ان تسألني في سورة الشعراء والفرقان؟ الشعراء والفرقان. والشعراء يتبعهم الغاوون. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارك الله فيك. مرج البحرين هو الذي مرج البحرين هو الذي برج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. حسبك. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. حسبك أكملي. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. حسبك بارك الله فيك. أبلغي والديك السلام واشكري أمك وقولي للوالد بعد أن تبلغيه السلام يعطيك 100 ريال سعودي لأنه يعمل في السعودية والدها بارك الله فيه وحفظه الله. جزاك الله خير. وياك بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. في سورة المائدة ربنا بيقول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وفي آخر الآيات بيقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفي الآية اللي بعدها قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وفي الآية اللي كمان كلمة الكفر والظلم والفسق تتحد أحيانا يأتي الظلم بمعنى الكفر والكافرون هم الظالمون والفسق يأتي أحيانا بمعنى الكفر فأحيانا يشتركان في المعنى وأحيانا يختلفان في المعنى يعني ما فيش فرق يعني لا تتحد هذه الاصطلاحات أحيانا وتختلف أحيانا
احيانا مثلا سباب المسلم في سوق وقتاله كفر في تفريق. الوقت صار لا تستاهل ما تستاهل اكثر من هذا بكثير، ولكن نراعي حال والدها ايضا، قد يكون والدها معسرا. بس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا رب. حكم الكباسين في الاحرام تكره، ومن العلماء من يمنعها مطلقا لانها اشبهت المخيط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اللي كلمت حضرتك على ان انا هدي لزوجي، يعني لو هو مسكين اديله من زكاه المال. فكنت عايز اسال حضرتك، لو هم 6000 او 7000 جنيه اقسمهم ازاي؟ حضرتك قلت لي تديله زي اللي هتديهم بره. يعني مثلا اذا هو يعني فقير قوي ولا امره؟ لا 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 مش فقير قوي، ولكن عليه دين، يعني عليه دين. دين سببه ايه؟ بيجيب لكم لحمه وكباب ولا بيعمل لكم ايه؟ بيجيب عادي بس المرتب مش بيكفي. لا طعامكم زي سائر الناس ولا اقل ولا اكثر؟ في الطبقه المتوسطه العادي يعني. الطبقه المتوسطه العادي. ممكن حتى بعد يديله 3000 وللناس الاخرين ايضا الفقراء المعدمين الله يسلمك. ال 3000 التانيين دول اقسمهم على كذا حد؟ الفقراء معدمين على حسب الحاله التي امامك. بارك الله فيكم. حبك الله يا سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. إني أحبكم في الله شيخ كريم. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يخليك يا شيخ. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. كان أخ لي أقسم يمين طلاق بالصيغة اللي أنا هقولها لحضرتك دلوقتي. قال علي الطلاق بالثلاثة، لو شفت تكون كل ما تحل تحرمي، لو شفتك مسكت التليفون تاني لها كسره. والله يا أخي في هذه المسألة يعني أنه شدد على نفسه، رأي الجمهور في مثله أنها تعد تطليقة واحدة بين، هذا رأي الجمهور. عفوا تعد تطليقة واحدة رجعية. رجعية. أيوه بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي السنتنا نورا وفي اسماعنا نورا وفي ابصارنا نورا ومن امامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن ايماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم اعظم لنا نورا يا نور السماوات والارض وما فيهن. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم يا ربنا خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.